الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا، ثم ما بعد. اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعل لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيء. وكتابك إني اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه شيخان البخاري ومسلم. وعلى الدرس إني لحظاً يتضبط وعنا قبل أمان يا حديث كون صدح بقول يكو. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام. باب بيان عدينتي وباب يهل عديني أن كل مسكر شيء كستو مسكحد يمانك يمير كدوريا والله قسر خام خمر وخمر، وأن كل خمر خمر كستان حرام حرام واي خمر النوع اللي دونه هلا قسم يوح كسته أو لقسم يبا هدومير كي مسكحد يمانك ودوريو وحرام مركز سيد النبي صلوات الله وسلامه عليه نوت المام. حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النبي حر كل شراب عبتان كستا وأسكر وحسر خامية ومان كيمير كيمسكح الدورية فهو حرام حرام وي مبنانا وشرع الإسلام كوالله حرمي. مسلم حكورنا في صحيحه لما كن يبقون البخاري وحكورنا: باب لا يجوز الوضوء بالنبيد ولا المسكر. شنكن شن بقول سديتنا يا شن. حديث أبي موسى الأشعري ومعاد: بعث النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحودري جده ابن أبي بردة، يعني أبوجي أبو موسى الأشعري، أبا موسى ومعادا أبا موسى ومعاد بأدري إلى اليمن، يمن بأدري، فقالوا حري يسرا ولا تعسرا. فرنتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم أولي بي مركي رسالة إلى دعوة القدنيين وحيا هي فضودية ذاتك دين تو فضودية وحقوع سليننا. وبشرا ولا تنفرا بشاري وهكل إرينا، وتضاوع إسوافق أو إسكدوا بنادا. فقال أبو موسى وحري يا نبي الله نبي إلهي، وإن أرضنا رولك يقع بها شراب عبتان باء هذا من شعير غمند لقسمي المزر أي الإلهي، وشراب عبتان باء هذا من العسل ملبك لقسمي البتع باء الإلهي. فقال النبي وحري كل مسكر شيء كستو مغمانك إي مدح مسكح الدورية والله سرقا ما حرام حرام ونبي قول صلوات الله وسلامه عليه. كن لح بقول صدني صدح مسلم وكورني وخارن وحكورني أفر، كن صدح بقول أفرتني أفر. باب عقوبة من، يعني الروح عقوبة دي سو باب يهي شرب الخمر خمر عبي إذا لم يتوب منها هدان كتوبت كين العبتان كي وخمر ذا عبي، يعني بمنعه ديد مدى اللودي ديو إياها خمر دي اللودي ديو إن لغو عقابة في الآخرة آخرة إن لودي ديو حتى هدو جنة قالو أو مركا معاسدي وقال لغسو قويو ومن استعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نبي حري من شرب الخمر خمر الروح عبا في الدنيا أدوية رحلة كعبة ثم لم يتوب منها أن كتبت كينين حرمها ولقى حرم في الآخرة آخرة يدار تدم رحلة دار لقى حرم ونبي قول صلوات الله والسلام عليه. حديث يعني حديث كان وحو تلمامي روح وحي لقى حرم هدو أدوية كدك دقو آخرة، يعني مركا إنا خمرقا آخرة إبنان مركا إنا لغو مرتسورين وإلهي سبحانه وتعالى جندي سان كعبين من رحيق مختوم. خارج حكورنا: يا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأسلام رجس من عمل الشيطان. باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا. حباب يا إباحة النبيذ، يعني شرابك إنه بناية نبيتك وحل يا من النبذ بالغك يا نيو شرابك وضوحها قابك أي شرابك أسمي سنشرين
biyahay timirta ku dhex ridi jireen habeenkii bay u dayin jireen subaxii markay milmaanna way cabi jireen باب إباحة النبيذ نبيذك يعني مركا إنه شرابك تمرت بيها لقوتو ري مركا إنه بنان تهي الذي كاسو لم يشتد آنو درنان إسبدل كيسي دورسون كيسو أو ولم يصر يعني ولم يصر مسكرا مسكرا آنحان ولم يصر مسكرا مسكرا آنقون شيء آدو كري ومدح دوريا آنقون حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال وحلي دعا أبو سيد الساعدي وأويري رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كإلهي بوئيري نبي وحوقوعي في عرسه أروسكي سيب وقوعي وكانت إمراته هويني دي صوحي أهيد أريدي صوحي أهيد يعني خادمهم يوميد مالك خادمهم مثل يعني شقاله دي أشقيني معناه حوي هويني دي عروسد أهيد الله أروسي وأديقي سيدا وأديقي سي وهي العروس وانا مدى الأروسي بي هيدي لقرقي قال سهل وحوري تدرون ما أكته ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كإلهي وحي ورابس أنقعت له وحي أقردي تمرات تمر بي أقردي بي من الليل هبينك فلما أكل مركو عني نبي صلوات الله وسلم على عنتدي لقمرت صوري أي سقته إياه يعني شرابك هبينك أي ديار سيبي ورابي سي نبي صلوات الله وسلام عليه لابكن يلح با مسلم كورن يبقارن الشنكم بقول تدباتن يلح نقعي وحالي لهذا يعني وحال الله يسكو خلدي يمركا لقود حريدي تمر إي عنب إي عنب إي بيها لقود حريدي حديث سهل بن سعد الساعدي قال وحلي لما عرس أبو أسيد الساعدي مركو أروستي عرسي أوغلي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نبي يا صاحبتي وأويرا أوعي فلما صنع لهم دعاما مركي عنطوئي مرتي صوري وأوسمي فما صنع لهم أمان الصمين دعاما عنطو ولا قربه إليهم أمان سودوين عنطدي إلا مراته هويندي سامويان أم أسيد هويندي سام أسيد لأنشري عنطدا أوكي أنتي وكوضا بلت ويقويسي تمرات حبضت تمر أي وحيكو قويسي في طور باقولي يعني في حجارة دقح لقسمي أي قويسي من الليل هبينكي فلما فرق النبي صلى الله عليه وسلم النبي مركو دمي وكفارق من الضعام عنتدي أماسته له يعني النبي صلوات الله وسلم عليه يعني وحي أغوتش بسي يعني بيه أي مركا أوجش بسي تمرت أي يقول حرد فسقط هو ورابي صي تضحفه يدوه بينس أهديينس بذلك أرنك يدوه بهديينس يعني مشان هراء أولي هاي يعني أماسته له يعني وحي سوجش بسي تمرت يعنب كي وحي سوجش بسي مركا شراب أي كاركت فسقط وي ورابسي تضحفه بذلك أرنك إيدو أهديين سنبي وصلوات الله وسلام عليه لابكن يلح بمسلم وكورن يا بخارنا شنكم بقول سديتن يلب كورن باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس هوين إذا عروس دي الله سواء عروسي إنا يرقي أشقين كرتو أخدمين كرتو باب كوكها بي بخاري شنكم بقول سديتن يلب حديث سهل بن سعد الساعد قال وحلي ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم نبي وحالو شيغي امرات من العربي هاوين عربت كم اذا لو شيغي نبي صلوات الله وسلام عليه فامر ابا اسيد الساعدي ابا اسيد الساعد بو فري ان يرسل اليها هاوين اذا انو اعدر اي تيمادو فارسل اليها وعدر فقدمت ويسوغشي فنزلت وحي كدكتي في اجوم بني ساعده قال عاديه ريبني ساعدة وجمي وحوي وقري يعني مركا يرغو سيدة دبق وكلا شبه وقال عادها فنسلت وحي كدكتي في وجمي بني ساعدة ريبني ساعدة قال عدوه دي بي كدكتي فخرج النبي صلى الله عليه وسلم النبي وصوبه حتى جاءها إلى أويم هويني فدخل عليها وأصو قلي فإذا واب إيضو إمرات هويني منكسة رأسها مدحي ذهو سفوراليسي هوين أن دادك فيرون أنه سفوراليسي فلما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم نبي مركو الله أضلي
خدابكي iyo guurkii arintiisina u soo bandhigay haween iska reer baadiya abay ahayd ee qaalad waxay tiri a'uudu billahi mink ilaahi baan ka magan galay dumarka qaar baan moogtay shukaansiga iyo aanba ku wanaagsanayn reer baadiya iska ahayd markii nebigu arintii kala hadlayba waxay tiri war ilaahi baan ka magan galay فقال وحوري قد أعدتك وانكو مغنقليي مني أنيقا واديقا نبض قشاي مربح داد إلهي سبحانه وتعالى آد نبض أي مغنقليي ويديستي فقالوا لها وحيكو إلا ذينا هويني دي أتدرين ما أكتب ومقرانيس من هذا متكني عدوة ننكان كل هاد اللي مقرانيسي قالت وحيتر لا قال وحيد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ورسولك إلهي جاء وايم ليخضبك inuu ku doono oo ku ardaa dhigo kula sheekaystuu kugu yimi qaalad waxay tiri kuntu ana ashqaa min dalika anigu intaan waan ka nasiib darnahay markii dambe xoogaa isku qoomamaynaysaayo waxay leedahay ayaan daradayda ma nebi maxamed salawaatullahi wasalaamu calayhi baa isoo doonay oo intuu waximooday hadalkaas marka aan ku idhi fa aqbala nabiyu sal allahu calayhi wasalam nebigu wuu soo qaabilay yowmaidin maalinta حتى جلس إلى فلسطين في سقيفة بني ساعدة ري بني ساعدة ماشي أي دقنائين حافظ دي أي دقنائين هو يسقي وأصحابه أصحاب تيسي ثم قال وحري اسقنا يا سهل سهل ونورابي فخرجت له محنص وصاري بهذا القدح يعني كوب كان إسقع ويل كان إسقع وانص وصاري فأسقيتهم فيه وانكو رابيي فأخرج لنا وقت قدم حديث كمرك سهل لقورني فأخرج لنا سهل سهل باوح نوسو بحي ذلك القدح ويلكا إسقاب نوسو بحي فشربنا منه ونكعبني حقيسا نكعبني أنقو كبر كيسانين ويلكي نبي محمد صلوات الله وسلام عليه وكعبي إنا نكعبنه قال وحي ثم استوهبه إن أوهبي وحاكا ضلب إنتا كقدال عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامسة أي بعد ذلك أنت كذا الكذب يركوب كي نبي محمد كور عم يصي فوهبه له وأوهبي مرك أسارت النبي صلى الله عليه وسلم عليه ويلك وحكو عبي إيو هتي هدي مه سئيو هدي لا يكور يهي وعن رفتي سئيو وحاصل ولك البركة سنشر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الله بكون يتضبه بخارن وحكورن يشنكن لح بقول صدن يتضبه باب جواز شرب اللبن عنه عبتان كودو إنو بنايهي يعني أيو باب حديث أبي بكر الصديق عن أبي إسحاق قال وحري سمعت البراء براء ابن عاصب وحن كما قال وحري لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم نبي مركو قابلي إلى المدينة مقالة مدينة حق إذا مركو أوتيها استوى مركو هجروني تبعه وحار راعي سراقة بن مالك ابن جعشم مركي نبي صلى الله عليه وسلم على يوم مقالة مدينة هجروني حديث كوا كومين لكن حديث كي لراي بخاري مسلم كوا يورينا ييني أيا قريش وحي لهذه المحمد يا صاحب كي عدي السوق بطا بقول هلاد بيليه بقول كي هلاد مركي سوق دوني وحاكد راعي وكذبت كي سراقة ابن مالك ابن جعشم فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم نبي هباري فساخت به فرسه فرس كي سيبا لقو سيورون كالقالي قال وحري ادع الله لي الهي بر سبحانه وتعالى ان نبتا ان كجر ان كبح ولا اضرك كنا نبي مايو فدعا له وادعي فقال وحري فعدش رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الى واه راضي فمر وحا صومري براع راعبا صومري قال ابو بكر وحري فاخذت وحان قاتي قدحا يعني ويل بان قاتي فحلبت فيه وان غصولصي كثبة يعني حوغا أو من لبن عناب ونقصه لصفاتيته ونلائم نبي صلى الله عليه وسلم ونكيانه فشرب وعب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رضيت إلى أن رأى النقضي وأنكوقا عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه إن أنك يهراتك يباهذي أي كبعضي وصحابه نبي صلى الله عليه وسلم عليه مروال بنفته دو حيكه الرئيسيين ونفته أي كتعلايين نبي صلى الله عليه وسلم لبكون يسقال أي مسلم وكورن يا بقارن باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة صدح كون سقال بقول يلح حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال وحوري إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي وحالو ليمي ليلة أسري به هبين كيلا ديلمي إلى قرقلي وحالو كياني بإلياء
بيت المقدس هبينكي لو ديلمي هبينكي يعني مركا ليلة الإسراء والمعراج إيليا وبيت المقدس بقدحين اللبوي البالوكي يعني أو من خمر ولبن خمر إيعانا أي كتران لبوي ومدن خمر أو كتره مدن عانا أي كتران بالوكي يعني نبي فنظر إليهما لبدي والحق ذو فيري نبي صلوات الله والسلام عليه فأخذ اللبن عانه بوقاتي فقال له جبريل عليه السلام جبريل بوحكوري الحمد لله الذي هداك الفطرة الحمد لله ما هذا ما أنت يدله وإسكاله الذي معبودك هداك كجهنوني الفطرة تصدي توصنيت كجهنوني لو أخذت الخمر خمر هداد قادن لهيد غوت أمتك أمداد ويلومي لهيد ونبي يقول صلوات الله والسلام عليه جبريل باسيدا كوير نبي صلوات الله والسلام عليه مسلم باورني في صحيح بقول لحدنا يسديد بكورنيا قارنا يعني سورة بني إسرائيل بكورنيا باب في شرب النبيد وتخمير الإناء نبيدك يعني شرابك اللي قسمي يعني عبيتانك يسئنوا بناي هاي وبابي هاي وتخمير الإناء والك إلا الضبولة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء أبو حميد بايمي يعني رجل نن أو من الأنصار أنصار تكمدا من النقيع ماشى النقيع ليلة هدو كيمي وموضع يميل أدو بوادي العقيق أدو ماشى سكيمي وحوكك يعني بإناء والبوكك يعني ومن لبن عانا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبي أوك يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحولي ألا خمرته ما تسود بوشد ولك أنت أتسودي ما ذو حسوسات ولو أن تعرض عليه آد بكو قدوبت الدشيسة عودا قري آد بكو قدوبت هبينك مركا ويلك مركا لقصة حنيو خرواتي نوصة ومرنا وحال الرواء أفكا إن وحال لقصارو حتى هذا الوحكة لويدو لان عضي أمر رومي إن لصارو محايري نبي وحولي سندك هبين باجر عذر أو فافو عذر كاسي مركا ويل بنان ما يعني صومرو إلا وكود غيابا نبي صلوات الله والسلام عليه لا بكوني يطبان با مسلم كورنا بقارنا صدح كوني صدح بقول بكورنيا باب الأمر أمر كلا يسفريب باب بتغذية الإناء والك إن لدبولو يو إيكاء السقاء السبرار ردي إن لأفحلو يو إغلاق الأبواب الباب دي إن لحرحرتو وذكر اسم الله عليها مقع إلهنا لغو حصو بسنك إن الباب دي لغو حدو والك بسنك لغو دبولو يو إدفاء السراج في نسك إن لبختي يمرك لسيحاني يو كورنتدي يضبكي يا والنار يدبكي إلا إسكبقت عند النوم مرك الصيحاني يا وكف السبياني عرورتي إلا ريبا أو لقبته يا والمواشي حوله بعد المغرب مغرب كقدال إن يبحان إن لقى إلى ليه إلا ظلوا إلى لنا ين حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه بين الشيعية حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال وحده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان مركو هذا جنح الليل حبينك مقدقي سمرك لقارو أو أمسيتم أما آد قلبي ستان وقت الدم لقارو فكفوا صبيانكم عرورتي نقبتا ريب عرورتي يعني بنانك وياعين قرية قلية محايا لي فإن الشياطين تايا تنتشر فافتا حين إذن وقتك الشياطين تافافتا فإذا ذهبت ساعة وقت مركو تقوى من الليل حبينك كمدا فخلوهم سيدايا وأقلق الأبواب الباب دي نحرتا واذكر اسم الله مقع إلهي نحصا محايلي فإن الشيطانكو لا يفتح مفر بابا مغلقا الباب حر المفر الشيطانكو الباب كمركا هو فرن الباب كإنت حرته الباب حر الشيطان مفره ونبي يقول لي صلوات الله والسلام عليه الباب دي حرحرتا الله بكون يلمية ومسلم كورنا يبقارنا باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال صدح كون صدح بقولي أفر حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي قل لا تترك النار دبكي هكتغينا في بيوتكم قريه ندحضو ده هكتغينا دبكي حين تنامون مركات سيحان إسان شرع عدا إلهي سبحانه وتعالى ينوسو دكي قيمه ضفيري مسلحة الروح مؤمن كأبا إلى لنا يايو وحكستو نولشي سؤيكو هكاقي سنة شرعي نووكو برينيا وحكستو رباطو إيا مدر أي كجرتنا شرعي وكدفاعي نبي صلى الله عليه وسلم علي وحو كهض ليانا ووحي وما يندق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بأن الله سبحانه وتعالى
مسلم وحو كورنيا لما كن يشن يتوم بخارنا لحكم لما بقول سقاشنا يصدح حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال احترق وحاقبتي بيت قرب قبتي بالمدينة مقالة مدينة كي يلا على أهله أهل كيس دشود كوكبتي غير كينا وكوكبتين من الليل هبينكي فحدث وحال لوغا ورمي بشأنهم حال كودي بالوشيغي النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي حري إن هذه النار دبكان السقع إنما هي عدو لكم عدو إدينيحي دبكان يعني إيه عدو إدينيحي فإذا نمتم مركات سيحانسان فأدفئوها عنكم إسكا بغتية حقي إنكا بغتية إسكا الدمية بوير النبي صلى الله عليه وسلم عليه كورن تدي إيه إذا نصاص سلّي جوين ليس قدمية ضبكي يكون كردة وحيابها حلو كرنا يهدد المجال على شو جاي هي شو هذا هي وحيابها صون الله بكون يلحق طبعا مسلم لو حكورنا يلحقون الله بقول هي سقاشنا يصدح بكورنا باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما وحباب هي آداب عن تضي عبتانك هي عن تضي عبتانك أحكامته ذا يبابي حديث عمر بن أبي سلمة قال وحر كنت وحانها غلاما ويلير وفي حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي محمد بربارنتيس يا كورنتيس يا تربيديس يعني مركع وكانت يدي قعنت هيدنا وحيا هي تضيش ومد وريكتا في صفحة حيرضة يعني وحلقوا عنا يرين عن دور وإلما يرى مربارين عبوك قادنية حق وحوارك حق وحوارك حق وحوارك فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا غلام ويلكنو سم الله إلهي سبحانه وتعالى مقعو مركا عنتظى على عنيسو ورطا بسم الله يكون بلو وكل بيمينك ميدك تاذر وحكعون وكل مما يليك دنك كسوحيك وحكعون فما زالت كمسولين بولي تلك ضعمتي بعد انتا كقدا العنتظى يدي إنيتا ضعمتي يا ضعمتي انت بويكو ضبديين قاب كأن وحعنا يا قاب كأن نبي محمد يقول إرشادية يقول هنوني ورك نبي محمد منتو إيش يجيك بعدي قاب كأن وحعنا يا أيولا يا صحابي بو لا بكون يلا باتن يلا ببخارنا شنكون صدح بقول يصدن يتدبى يكورنا يا قال الإمام رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري قال وحر إنها رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحور يا عن اختناس الأسقية ولك استبرار رضي إن ليسكو أفجبيو إن قفكو أفك أوجبيو أفكي سي إنتو سوق اللعية مركو وأفكك كعب يعني وحوش إذا أن تكسر إن لتبيو أفواهها أففكي إذا لتبيو وفيشرب منها حق إذا لقعب تبادي هاي مركو لجوغا استبرار رضي لقعب إيه أما إبريق إنت قادتو سوق اللعية أفكي سكعبتو أيال الديدة يا مسلم بخاري كورني مسلم حكورني الله بكون يصدح يصدون بخارنا شنكون لح بقول يشان لا تم بكورنيها باب في شرب من زمسم قائما حباب يهي عبتانك بيها سمسم لعبه روح يسقو تاغنين وعبه إنا يبنان تحين حديث ابن عباس رضي الله عنه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كإلهي بان ورابيه من زمسم بيها سمسم بانك ورابي فشرب وعبي والحال هو يسقنا قائما وتاقن يحيم حديث النهي يقص أرورتي عبتانك يعني حديثنا ويسقيان لبيان الجواس بيكتوسيان مركا إناني حاران أهين يعني مركا حوغا كراهيتها أيال لغو جمعية حديث تاس لابكون يتضبي الله تنبا مسلم كورن يا بخارنا باب ما جاء في زمسم كل حبقل صدن يتضبى رقمك باب كراهة التنفس حباب يهي نعبيسي لأن عبيستي يهي حارانتاي روحو إنو كن نفسدو في نفس الإناء ويلك يعني بحديسة واستحباب التنفس يهي السني إن لغو نفسدو يعني خارج الإناء ويلك يعني ميلك بحسن سلاسا صدح شير إن لغو نفسدو خارج الإناء ويلك بنانكيس روح مركو ويلكي وكعبي شيء وكعبي إن أنا كل نفسي إنه يعني أفك أنتو كفوجيو بنانك أو كل نفسه أذاب تاسع شرعه وإنا برايا حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال وحده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيين وحده الصلوات ربي والسلام عليه إذا شرب أحدكم متكين مركو عبه فلا يتنفس يعني كل نفسي في الإناء
weelkii gudihiisayaanu ku dhex neefsanin, ayuu nabigu yidhi sallallahu calayhi wasallam. Shariicadeennu meelaha ay tooganayso iyo maqaasida ay leedahay aad iyo aad baad ula yaabaysaa. Waa masaalixda bini aadamka oo dhan iyo mafaasid iyo wixii shar oo dhan bini aadamka in laga fogeeyo. 267 muslim ku warinaya, bukhaarina 153 buu ku warinaya, baabu nahyi can alistinjaai bilyamiin, baabkaasuu ku warinaya. حديث أنس بن مالك عن سمامة بن عبد الله قال وحري كان أنس أنس وحوها يتنفس في الإناء ويلك ميت كنا يفسده يعني ويلك بنانك يسميت كنا يفسدوها مرتين إلا بشر أو ثلاثة نام صدح شر وزعم وحوش يغي أن النبي صلى الله عليه وسلم نبيه كان يتنفس يعني ميت ويلك بنانك يسكن يفسده إنوها ثلاثة صدح شر لبكن يسديد لبكن بقارن لبكن لحبق الكنتن يكو باب استحبابي إن السنة هاي باب إدارة الماء به اللي يسكور يجيو يهو اللبن عانه يهو نحوه ما وحي لمضة عن يمين المبتدئ مثكي بلا بيمد اكتيس هدي ميل وريكسن إيو قولن لفرديو قران لفرديو قفكي أقوه ينابع اللودي بيا عانه يبيه اللودي بيا مركا إساق اللودي بنا إساق نددك مد اكتيس فرديا أيو كور يجينا يا يعني دبع الماي. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال وحري أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بأنويم في دارنا هذه دار تيضا وطن ونويم فاستسقى مركاسو وراب دلبي هل يسو ورابيوي فحلبنا له حنوصو لصني نبي حنوصو لصني شات لنا في أننا نوصقنا تيري أنو لنا هيبا نوصو لصني نبي ثم شببته وحنوغو برحي من ماء بيو برح وحالها عانها أيها وحال قدر يا بيا لقدر يا بيها سابركا يعني عاني هي قبو ببيقه وصل كلوني بيها عانها صود صعوبة بركا قفك عبيها وشببته وحانق برحي من ماء بئرنا هذه بيها عيال كيجا نوكنا فعضيته وانسي نبيك وأبو بكر عن يساره مركان نبيك أودي بيبا أبو بكر وحوفة لي بدح النبيك وعمر عمرنا تجاهه نبيك كوبيكي سيكا سورجيت كي سوفري وعربي نرر بادي انا عن يمينه نبيك ميدك تي سوفري فلما فرق عبيتان كي مركو دمي نبيك قال عمر عمر ووحي هذا ابو بكر كاسي وابو بكر معناها ابو بكر وليب نبيك فاعضى الاعرابي ننكر باديها ميدك تي سفري وليب ثم قال وحي الايمنون الايمنون يعني مديجية ألا فيمنو دنك مديك دنك مديك ألا فيمنو مديجية ومديجية استوي قال أنا سوحري فهي سنة فهي سنة ثلاث مرات سيدا سامرك يدو سنة ويدو سنة أي صدح تيري النبي سانس بن مالك ويري استوى رقم كان نبي يا هب رقم كان نبي ورقمي تلمام يا محايا لي سنة نبي وقول يا فعل يا تقرير وحال نبي أكتي سلقو سمي لبكون يا لباتن يا سقال وخارنا لبكون شم بقول تلباتن يكو. حديث سهل بن سعد الساعد رضي الله عنه قال وحري أوتي النبي صلى الله عليه وسلم نبي جوحى الله كاني بقدح ويل بالله كاني فشرب منه وكعبي وعن يمينه نبي جميد تيسن وحى هذا غلام ويلير أصغر القوم قوم كمدك أوير لكن ويلير عقل بضمه والأشياخ أضياشين عن يساره بدحد صاي فريان فقال النبي وحريا غلامو يعني ويل كانوا أتأذن لي ما إيد مساء أن أعطيه الأشياخ أضياش إناسي قال وحري ما كنت ميه لأوصر من دوري بفضل هم يعني بفضل ديرات كيكا منك حقك أن كل أحد روح يا رسول الله رسولك إلهي هم بدأ يوحى كاسو هري أنا وقيبت أن كل يهاي روحنا ودور ما يا رسول كيله يو فأعداه إياه مركسوسي نبي صلى الله عليه وسلم عليه يسقو دي بويل كيراب ودي بي لما كن يصدم بقارن لما كن صدح بقول كنت نيكو أيوكو ورنيا. باب استحباب لعق الأصابع فرها إن لليفو روح مركو عنتعن إنه فرها لليف ليفو إن السنة هاي وقفكاسي إنه باهن يهي إيو نقص إيو أن لغا دريمي إنه قفكي فراها مردية أما صحن كمردية أما فراها الليفة حالينا يباهي ما كويس.
باب استحباب اللعق الأصابع فرها إلا الليفو يعني مركا سنة نمدي دي بباب يا والقصعة حرضي يعني ويلكي وحلقوا عليه إلا مردية صحنك يا وأكل اللقمة هرمدي يعني أفجلسكي إلا عنو الساقدة العضي نلقى كل عضي بعد مسح ما يصيبها وحي أصيبة عيدي عرؤه يعني مركا أصيبة إن المركا لقى مسحي لقى ترترو ومن أدن وحى أصيبة ومن أدن لبا وكراهة مسح اليد يقعنت إن لما صحوا إن النعمة استيقبل لعقها انت اللي في كهر روحوا إنه ترترى وحس مريو حديث ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم متكين مركو عنه وحنا فلا يمسح يده قعنت سيانه مصحين حتى يلعقها إلى أولفة أو يلعقها من لون لفة لما كن يصدن يكون بقارنة شنكن أفر بقول يلحيطون باب ما يفعل الضيف مرتي وحو كصمينيو إذا تبعه يعني ما يفعل الضيف مرتي وحو صمينيو إذا تبعه هدور راعه غير من دعاه دعا صاحب الدعام يعني روحا مرتي صور كسمي عنتظ لها دت أن ويرن هذي صور راعان يو استحباب إن سنة إذن صاحب الدعام ننكي عنتظ السمي إنه أويد ما أو قلاده للتابع متك صور راعي يعني قف بايد عسومي قف كايد عسومي صدح قف بك تلقى قف كايد صور راعي قف كايد صور راعي وين الويديايو ليلة هذا قف كالويل كلا نصور راعية أما قبر كلا نصور راعية قف كي إن الله شيء قوى حديث أبي مسعود البدري قال وحل جاء الرجل النبايمي ومن الأنصار أنصار تكمد ويكنا أبا شعيب ننكا كن يدي سوحا الأولني أبا شعيب الأولني يعني واحد شرى واحد إلى هذا اسم أو مجع قف كلاجو مجع أبا لقب أو وحي نانيسة عربي لقب بالويل هذا قف ك يعني أو علمه سا وين لاجو مجع درنا كوني إلى هذا أبا شعيب فقالوا حري لقلام له يعني ويل سجى أذان سجى وصقنا ذي وقصاب يعني كوان لا أما هلب لا بوحكور اجعل لي وحدي شاد عاما عنتو عنتو إيه سمه يكفي خمسة شن كافنا يوشن كفلان محايا لفين أنا أريد وحندوني أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم نبي إن أنا أوعو يران دوني خامسة خمسة شن إسقو كشن طيب شن النبي كتيرو إن المرتي صوري يصوري يعنتو ويران ربا فإني قد عرفت وحان قرتي في وجهي وجهي سأل الجوع قاتشان يعني كدريم فدعاهم وأويري فجاء وايمي معهم الأشير كذا وحايمي وصور رعي رجلن فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا متكن قد تبعنا ونصور رعي فإن شئت هذا أنت أن تأذن له إن أذويذ أنت فأذن له أذن وإن شئت هذا أنت أن يرجع إن لابتنا رجع ولابن فقالوا حري لا ما يلابن ما يه بل قد أدنت له ونؤذ ما يوان وقول هذا أنا قبل كذا كصومالي ذا يعني وابلغ حشون يا يو هدي صدق قف لمرتق هذا قف كأفراد يا قف كشنادي صور راعي إن قف كي الله شيءه ولا يخشي لاي نبي يقول حلي نين كان يو نصور راعي يعني ما هو أقصى هاي مسوي سكلات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وجزاكم الله خيرا.